الاسم وليد عثمان محمد، مهندس مكامن، أخصائي مهندس مكامن في فريق العمل المشترك. أقوم بمتابعة الدراسات المكمنية المنجزة من قبل فريق العمل المشترك. بالنسبة للهندسة المكمنية هي دراسة الطبقات من ناحية طبعا من الطبقات والمواعي الموجودة في الطبقات وخاصيتها وكيف تحرك هذه الطبقات وكيف نقوم بإنتاجها وتطويرها في المستقبل، يعني بأحسن الطرق. وهذه المواعي هذه نقوم طبعا بحصرها، وطبعا نجد طبعا الكمية الموجودة والريزيرف احنا نسموه فيه، هو المكمن الموجود في المكمن، ونقوم بإنتاجه بأفضل الطرق، حساباته وإنتاجه بأفضل الطرق بقل التكلفة طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.